ما خلصتك على لازم نروح بقى نفضل بقى نتل لكم هنا. اما حمار استنى بالله انا معمن كزاك من خلاص انا اشتغل انا في لا المعلم معمن بحث معاك كرزاك تضحك عليا يا عم فكر ازيك لا يا عم الدنيا حلوه يا عم تعالى عارف انك ما تشيل هم يا عم شيل هم لما الدنيا جميله يا عم انا انضرب هنا وانضرب في البيت كمان تتقفل انت بتقفشي انت مسيطر ولا ايه ومين فينا مسيطر مش مسيطر يا عم ولا انت جزم يا عم كل يوم قرفان عايز كلمتين حلوين خرجني فسحني امني تغزنيش يا عم بقى يا ابن النسوان دي بتحب الكلمه الحلوه الست ايه عايزه كلمه حلوه جت تقول لها كلمه حلوه تدلعها تهشتكها انا فاضي بروح كل يوم محدود عايز انام انا فاضي انا ابن حياتنا اضطربت كل يوم شغالين مع شقارف وراها كلمة حلوة يعني ما بتلبسلكش ولا تملكش يشتك بشتك بتعمل يا عم واكبر من كده بكتير بس ما بتعمل ايه ما توفاه بتلبس وبتعمل كل حاجة وبتدلعني كمان بس انا مش فاضي بقى اقول لها كلام حلو وانا شغال يا عم تستاهل بقى الحاجات دي تستاهل بس مش فاضي المهم افضلها بقى ولو قعدت في البيت هتقعد انت تشتغلش ليه وانت عارف ان راجل النسوان ده وزنه ايه يا عم اخواتي يا عم في ايه عارف يا عم احنا اخوات بقول لك حلوه يعني حلوه اللي خليتها ما شاء الله السود عمار هي حلوه بس الفاحل الفضه بقى الواحد ياخده بسم الله ما شاء الله ايه يا عم في ايه بقول لك ما شاء الله في خلقتك يا عم انت في ايه يا عم حتى عم كده تليفونك معاه مكالمه خد يا عم ده عم مخنوق من ايه الدنيا جميله يا بابا حافظ عليه حافظ عليه حبيبك كده حبيبي ما فيش قاعد شويه بس هنا مش صرت مطمط انت بتعمل ايه يا ابراهيم يا عم ما بعملش حاجه يا عم خلاص ما بعملش حاجه يا عم في ايه يا ابني انت بتاخد رقم انا وفاتح صوره لك ده عيب يا ابني يا عم يا عيب انت بص جو الاحترام بتاعك ده هو انا مش مقدر النعمه اللي في ايه دول بنت بتلبس ده مالك ده مات اخوك يا جدع عيب ده اخوك يا عم اسمع بنت بتلبس له وبتدلعه وبتعمل احنا مالنا هو مش مقدر حاجه زي دي احنا مالنا ده مش شغلنا يا عم النسوان بتحب جبران الخواطر انا هكبر بخاطرها اقعد ساكت ماشي يا ابراهيم لا بص جو الاحترام بتاعك ده مش عاوز امشي يا عم احوال يا جدع عاوزك مهم يا عم خد تعالى يلا عاوزه انت حر حول ولا قوه الا بالله واحد يعمل خير يا ايش الله صار بنصحه انصحه ويسيبني ويمشي طب انا اعمل ايه دلوقتي اقول له ازاي ولو قلت هيمسكوا في بعض انا هنبهه بالطريقه ماشي عايز حاجة؟ الساعة بالظبط تكون عندي حودة معلم ابراهيم اخبارك ايه يا عم اشرب هدوم حبيبي انت بين عينك حلو الحمد لله من يوم ما قعدت معايا وحكيت لك الولاية بقت زي العسل ده لي بقى بس مبسوط قوي مش عارف ليه ربنا ما كده بقى انت جدع يا ابراهيم والله انت حبيب. زي اخويا فعلا بجد يا عم احنا الصحاب لهم عند بعض يكبر بخاطره يريحوا يستروا ايه اهو جاي يا سلام كل فايد لا يفضحنا ده حودة ايه بتشيل التليفون كمان انا هقعد على اكسره يعني عايز ايه انا عاوزك في موضوع يعني المكان كله ده بقى دي اللي حلوه اللي عايز تقعد فيها يا عم عايزك في موضوع في جنب كده عايزك على جنب ما برافو اخويا احكي قدام اخلص يا عم عايزك على جنب انا بحكي لك كل حاجه انت تزعل لي عايز تتكلم يا عم في ايه من الاخر كلمه في قلب نفسي اقولها لك حافظ على مراتك ما تفتكر نفسك يا عم في ايه يا عم ما تفهمنيش غلط ما تثبت ايه مراته ديت اشرف ست في العالم كله طارق بص التزم يا عم وشوف انت بتقول ايه يا عم انت مالك هي تب منك ولا ايه انت مالك يا عم هو انت مالك هو صاحبي وزي اخويا انت مالك لا يا نصيحتي اقبلها ما تقبلهاش بس انا قلتها لك وروحت طميري يا عم حمار لا اصحابك اللي بتقعد معاه السلام عليكم قلت لك كلام يا عم هو ابراهيم وحش ما عادش تقعد معاه هو ابراهيم اللي وحش انت اللي حلو قوي يا عم ما عادش تحكي حتى على اسرارك يا ابني انت بتقعد تبص لي في الشغل بتاعي وانت ما انتش جدع اصلا يا ابني لشريكك ابص لك في حاجتك ليه ازاي يا ابني عندك غل اصلا وعندك ناقص انا انت انا ناقص ناقص اموت في انت شايل مني ليه يا ابني انا عملت لك حاجه ايه الو يا حاج مستشفى ايه حامل ازاي خلاص جاي لك تعالى احكم فيها ده في مصيبه يا عم اسكت مصيبه ايه سامع ان في حد حامل مراتي حامل الف مبروك اهو يتربى في عزك حبيبي عز ايه يا عم في ايه يا عم انت مش مبسوط لا كده ازاي رحمه ربنا لا انا عقيم عقيم الموضوع ده حصل ازاي حصل ازاي مش عارف الموضوع ده مش هيطلع بره ابراهيم اللي تعمل الموضوع ده يا عم لا ابراهيم صاحبي يا عم ربنا ما يعملش معاك يا عم صدقني هو اللي عملها يا عم لا انت مش هقول لك انت خلاوي ازاي ابراهيم ما عملش معاه كده انا هثبت لك فاكر وما جيت لك على البحر وانت سبتني ومشيت وقعدت نادي عليك وطنشتني كالعاده ايه العلم الجديد وانا داخل عليك انت مش كنت مدي تليفونك لابراهيم كان بيعمل مكالمه عادي فايه كان بياخد رقم مراتك وبيبص في صورها ابراهيم والله
بنيها لعبة من ألعابك زي كل مرة. أني والله العظيم هذا حصل ووجهه قدامي، وهتلاقي رقم تليفون مراتك معاه. إبراهيم صاحب اللي بعد يحكي له على أسرار بيتي. ما هو ده اللي بيعمل كده، ما عادش تحكي لحد على أسرارك. بس 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 يا نهار أبيض، أترن فيهم كنت داخل عليها لقيتها بتكلمه. طب والله بتكلميني ليه؟ قالت لي عشان ما كانش رن عليك وتليفونك مقفول واتزفت وياك والخايم. ومره مره كنت طالع عندهم، طالع مش عارف اقول ايه، كنت مره طالع عندنا ولقيته نازل، فبقول له انت جاي منين؟ بقول لك كنت طالع لك ما لقيتكش. ابراهيم صاحبي قلتك حرص منه، انت ما سمعتش كلامي، انت ما سمعتش كلامي، قلتك حرص منه. هنعمل ايه دلوقتي؟ العمل انا ما قتله احسن. لو قتلته ايه اللي هيحصل يعني؟ بعد ما تقتله هتعمل، استنى ما تعملش حاجه، هتندم عليها. استنى يا غرق.